تحرص العائلات الجيجلية على غرار باقي ولايات الوطن على استقبال شهر رمضان المبارك بعادات وتقاليد راسخة منذ القدم، فبالإضافة إلى الجانب الروحي للشهر الفضيل ومظاهر التكافل والتضامن الاجتماعي الذي تطبعه هناك عادات تضفي نكهة خاصة على الشهر الفضيل وتميزه عن باقي الشهور. ومن بين مظاهر استقباله تنظيف البيوت وشراء الأواني الجديدة وإعداد الحلويات والأطباق التقليدية التي تزين المائدة الرمضانية بهدف إعطاء نكهة خاصة لاستقبال الشهر الفضيل. وتعد هذه العادة موروثا ثقافيا لدى الجيجليين منذ القدم وتعرف بالتنخال، كما تقوم بعض العائلات بطلاء المنازل من جديد وتغيير بعض الأثاث لاستقبال شهر رمضان المبارك في حلة جديدة. تختلف الأسر الجيجلية في إعداد الطبق الرئيسي للإفطار من منطقة لأخرى، ففي مدينة جيجل تنفرد العائلات من تحضير طبق شوربة الدويدة التي يتم تجهيزها مسبقا من طرف ربات البيوت أو يقومن بشرائها من عند النساء الحرفيات الماكثات في البيت، أو شوربة الفريك التي تعتمد عليها العائلات في المناطق الحدودية مع ولاية ميلا وسطيف، فالفريك عندهم يعتبر ملك مائدة الإفطار ويفضل أكله مع خبز المطلوع الذي يعد أيضا سيد مائدة الإفطار في الريف الجيجلي، ناهيك عن طاجين الحلو أو في السهرة مع المقبلات والحلويات، كما يعتبر تعويض وتعليم الطفل الصغير على الصيام من أبرز العادات المتوارثة أبا عن جد من منطقة جيجل، حيث يعامل الطفل الصائم أول مرة معاملة خاصة.